على عكس ما يظنه الجميع عن قسوة مشاعر هتلر، فقد احتلت قلبه فتاة ألمانية شقراء، بل وظل يحبها لسنوات عديدة. وعندما تزوجها لم يدم زواجهما سوى ساعات معدودة وانتهى بنهاية مفجعة. قابلت إيفا الزعيم النازي أثناء عملها كمساعدة للمصور الخاص به، ومنذ الوهلة الأولى وقعت في غرامه وأعجبت بحزمه وشدته، واستطاعت بذكائها أن تلفت نظره إليها. وبعد عامين تواعد الحبيبان سراً. وفي بداية العلاقة حاولت إيفا الانتحار أكثر من مرة لتجذب اهتمام هتلر أكثر وتجعله يتعلق بها، وبالفعل نجحت إيفا في ذلك، بل وأسرت قلب الزعيم النازي وأصبحت شخصية رئيسية في دائرته الاجتماعية الداخلية، بحجة أنها المصورة الخاصة به. أبعد هتلر إيفا تماما عن حروبه ونزاعاته، وأبقاها في حياته يستشيرها في أموره الخاصة. وبالرغم من أنها كانت رمزا هاما في حياته، إلا أنها لم تظهر معه في أي مناسبة عامة كحبيبة. ونجح العاشقان في إخفاء حبهما عن عيون الشعب الألماني لسنوات طويلة. ونظرا لانشغال هتلر وخوفه على تأثير شعبيته بالزواج، ظلت إيفا رفيقته سراً لمدة تزيد عن 12 عاماً. وعند انهيار الإمبراطورية النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، أقسمت إيفا على الوفاء لهتلر وعدم التخلي عنه، وذهبت معه إلى حصنه المنيع في برلين لمؤازرته في الهزيمة. وهناك تزوج هتلر من إيفا رسمياً داخل الملجأ السري، وكان يكبرها بأكثر من 20 عاماً. وبعد 40 ساعة فقط من الزواج أنهى الحبيبان قصة حبهما بمأساة، فأطلق هتلر على نفسه الرصاص وعضت إيفا قرص السموم، خوفا من أن يقعا كأسرى في يد القوات السوفيتية التي تجتاح برلين. شاركنا برأيك، هل أحبت إيفا هتلر فعلا أم أحبت الزعامة؟